يا رب دايما وابدا تكونوا بخير وبالتوفيق يا رب دايما وابدا. نتكلم بقى على اسئله المحاضره العشره اللي هي اول حاجه معانا في الدروبلت اللي هم عائله الام ام ار ميزس مامبس وروبيلا بلس البرتاسس. طيب اللي هي كانت من عائله الايه؟ عائله الدي بي تي. ماشي بالراحه. سؤال رقم واحد: In Egypt, the strategy of measles elimination include all the following except. مبدئيا معظم جمل الانفكشن لازم تقرا الاجابات كلها قبل اصلا حتى ما تفكر في السؤال، على عكس الجنرال ابيديميولوجي. طيب maintain high vaccination coverage، المفروض ان عندي الميزلز فيها فاكسين. الميزلز كان السبيسيك بريفنشن بتاعها عباره عن فاكسين وعباره عن سيرو، هل كان في بقى كيمو؟ لا. طيب حلو، يبقى احنا كده متوقفين عن انه ايه، انا عندي فيه فاكسين. تمام. نقطه رقم 2، في سيرفيلانس، هو اصلا كل الامراض فيها سيرفيلانس، فاوكي مفيش مشكله اراقب الحالات عشان خاطر اعمل ايرلي كيس فايندنج وايرلي كونتاكت فايندنج. سؤال رقم الجمله رقم سي، بروبر كيمو ريفلكسز؟ لا، الميزلز ملهوش اصلا، عيله الام ام ار اول حاجه في الدروبلت ما فيهاش اصلا كيمو، عيله الدي بي تي هي اللي كان فيها كيمو، فبالتالي الاجابه الخاطئه اكوردنج تو ميزلز اصلا بشكل عام هو البروبر كيمو ريفلكس. نقطه رقم 2 او سؤال رقم 2، The following is true as regarding البرتاسس اللي هو السعال الديكي، كل الحاجات دي صح about البرتاسس ما عدا هو endemic worldwide. طبعا كلمة أو لفظ endemic worldwide لفظ بلاغي، معناه إن هو worldwide بيحصل في كل حتة في العالم، ده حقيقي وكانت أصلا عدد بتاعه عدد مهولة 17 مليون. طيب occur all over the year بيحصل على مدار السنة، ما عنديش خلفية أوي عن القصة دي، فممكن ممكن لا ما أعرفش. طيب خلينا نكمل. نقطة رقم B، subclinical cases are the main source of infection؟ لا، لان البرتاسس احنا كنا بنقول انه لازم يكون فيه سيمتوماتولوجي واتفقنا ان هو هيومن كيس اونلي، مفيش فيه اصلا ريزرفوار، مفيش فيه ريزرفوار ومفيش فيه سب كلينيكال، مفيش فيها اعراض، دايما بتكون كيس دايما بيكون فيها اعراض. الجمله دي خاطئه 100%. طب نكمل، هايلي كوميونيكابل ان ايرلي كاترال ستيج، دي جمله صحيحه لان هو فعلا مكتوبه كده بالنص عندك في بيرد اوف اكتيفيتي ان هو هايلي انفكشوس في الايرلي كاترال ستيج قبل الانست اوف باراكسيسمال كاف. طيب اخر جمله، انفنت ار سيتابل سينس بيرث، من اول ما يتولدوا ممكن يجيلهم الانفكشن بالبرتاسس؟ ايوه، لان عندي نو ماتيرنال اكوايرد اميونيتي، يعني الام ما بتوزعش انتي بودي عن طريق الحبل السري للابن بتاعها، فبالتالي هو بيتولد وهو ما عندوش مناعه من البرتاسس. طيب يبقى الاجابه المنطقيه هي بي. سؤال رقم 3، ويتش اوف ذا فولوينج شو سيزونال فاريشن؟ جميل، يعني المفروض ان هو بيجي مثلا في الشتاء اكتر، بيجي في الصيف اكتر، القصه دي مين من الاتيين دولت في عنده سيزونال فاريشن؟ تعالوا نشوف لما نيجي نتكلم، هل الميزلز، هل الجاسترو انترايتس؟ انت اصلا عندك حاجه اسمها جاسترو انترايتس؟ لا. طب ماشي، هل منينجوكوكال منينجايتس؟ هل اول اوف ذا اباف؟ اول اوف ذا اباف لا، لان الجاسترو انترايتس لا، يبقى عندي منينجايتس وميزلز. مين في الاثنين دولت عنده سيزونال؟ يعني ايه سيزونال زي ما اتفقنا؟ يعني بيجي اكتر في الوينتر او بيجي اكتر في الصيف او كده. طبعا هو اللي فيه سيزونال طبعا فاريشن ومكتوب عندك صريحه في المنهج بتاعك هو الميزلز والمامبس والروبيلا اللي هم اول ثلاثه عندي. طيب يبقى مين اللي عندي فيه سيزونال فاريشن؟ هتقول لي والله الميزلز. طيب دكتور هل في حد غيرهم مكتوب ليه سيزونال؟ كل الانفكشن اللي داخلين معاك في الميد تيرم ما تذكرش اي سيزونال غير هم بس. طبعا هو بديهيا او علميا كلهم فيه سيزونال، بس الموجود عندك في الورق بتاعك هو بس الميزلز، فاحنا هنلتزم الميزلز والمامبس والروبيلا الثلاثه. طيب جمله رقم 4، 5 سنين، طفل عنده 5 سنين وعنده راش، بيهرش، اوكي، في اليوم السابع من شهر 5، يعني في 7/5، اوكي، وجينا نبص في يوم 12/5، طب احنا نكتب الحاجات بالانجليزي احسن، يبقى 7 من شهر 5، ماشي، يوم 12 من شهر 5 الكونديشن واز دايجنوزد از ميزل، اوكي ده عنده ميزل، هي هاز 4 مانثس اولد سيستر، عنده اخت عمرها 4 شهور، اخته دي بقى لازم تديها ايمينوجلوبين يعني سيرو، ولا تديها كيمو؟ هو انا اصلا كده اصلا ما فيش عندي في الميزلز كيمو، ولا تاخد فاكسين، ولا تاخد كومبايند فاكسين وكيمو، ولا ما نعملهاش اي حاجه خالص؟ وخلي بالك السؤال ده مهم جدا وبيحبوه جدا في الايه، في امتحانات السنين اللي فاتت جه كتير جدا. عارفين التركيه فين؟ اخته عمرها قد ايه؟ 4 شهور، صح؟ الطفل ده هو صغير بياخد مناعه من مامته في حاله الميزلز، وبالتالي لحد امتى يفضل مناعه؟ لحد 6 شهور، فالبنت عمرها قد ايه؟ 4 شهور، يعني ضمن 6 شهور، ضمن 6 شهور الام البنت كده كده اصلا عندها مناعه من مامتها، فبالتالي مش فارق معايا. فبالتالي خلي بالك ان البنت كده كده عندها مناعه عشان 6 شهور، فبالتالي مش هنعمل اي حاجه خالص. طيب هو سحلك بس كده في جمله طويله عريضه وفي الاخر قال لك مفيش حاجه تتعمل. جمله رقم 5، سؤال رقم 5، ذا فولوينج ديزيز هاز ماتيرنال اميونيتي، اللي ليهم ماتيرنال اميونيتي، ليهم ماتيرنال اميونيتي طبعا بالنسبه لنا هما الميزلز، عادي مفيش منه مشكله، الروبيلا طبعا جدا جدا جدا، فما انت ممكن تتخيل يبقى الميزلز والروبيلا. هل المامبس فيه او لا؟ بص يعني هو المفروض ان فيه بس ما اتذكرش عندك، فبالتالي ابعد عنه شويه. فانت عندك الميزلز والروبيلا هما الاثنين فيهم، اللي هما ميزلز وجيرمان ميزلز، اثنين اخوات اهو، ميزلز وجيرمان ميزلز هما دول فيهم. فالروبيلا اللي هي اسمها الثاني جيرمان ميزلز دي فيها ماتيرنال اميونيتي. طيب
في عندي حاجات تانية فيها ماتيريال اميونيتي في الفود بورن والارثوبود والكونتاكت. واحنا ماشيين كنت وانا ماشي هقول لك السكريبت بتاعتنا واحنا ماشيين. طيب ذا فولوينج سؤال رقم 6، ذا فولوينج فيتامين از جيفن تو انفنت مع الميزلز. بص الوحيد في الانفكشنز اللي عندنا بياخد فيتامينز معاه عشان نعمل بريفنشن ليه هو الميزلز، مفيش حاجه غيره خالص في الانفكشن، ودايما بيبقى فيتامين ايه اللي هو اول فيتامين. ما هو الميزلز اول واحد عندنا في الدروبلت واول واحد اصلا في الانفكشن كله، وفيتامين ايه اول واحد عندنا في الفيتامين. سؤال رقم 7، ذا فولوينج ستيتمنت از كوريكت ريجاردنج الميزلز فاكسين. حلو تعال نقرا الجمل. اولا it is two doses نص ملي، ما تكملش two doses ايه ده ليه attenuated ده single dose. طيب نكمل اللي بعده، البروتكتيف فاليو بتاعته 85% ما حصلش ده 95%. كل الام ام ار التلاتة وعندك كمان الدفتيريا من الدي بي تي 95%. طيب جملة رقم سي، كومبالسوري في مصر في سن 6 شهور. هو كومبالسوري في مصر ده حقيقي بس في سن 12 و18 شهر مش في سن 6 شهور، يبقى غلط. يبقى الجواب الوحيد طبعا الصح تبقى هي دي. كونترا انديكيتد في الشيلدرن اللي عنده كانسر، اللي عنده كانسر مناعه توقع وده نوعه ليف اتنيوتد فبتاع طبعا ما ينفعش مع المناعه الواقعه. سؤال رقم 8، ذا فولوينج فاكسين از كونترا انديكيتد ديورينج بريجننسي، فانا عايز ليف اتنيوتد اللي هو الروبيل، يبقى ايه؟ نقطة رقم 9، ذا فولوينج فاكسين كونتر انديكيت في اميونو كومبرمايزد، فانا عايز واحد يكون ليف اتنيوتد، نفس القصه الروبيل. سؤال رقم 10، سيرو بريفلكسس وان اوف ذا بريفنتيف ميجر لي، مين من دول؟ المفروض ان هو للميزلز عيله الام. طيب البوست اكسبوجر فاكسين يوز تو بريفنت ذيس ديزيز اكسبت، حلو قوي، مين في دول؟ في عندي ليه فاكسين؟ تقول لي يا نهار اسود ده كلهم تقريبا ليهم فاكسين، ايه المشكله؟ بس مين فيهم اكسبت، مين فيهم ما فيهوش فاكسين؟ ايه ده هو في واحد من دول ما فيهوش فاكسين؟ اللي هو الميزلز. الميزلز يا دكتور ما فيهوش فاكسين ازاي يا دكتور؟ الميزلز المفروض ان فيه فاكسين. الميزلز ما فيهوش بوست اكسبوجر فاكسين. لو الشخص اتعرض اوريدي وجاله اكسبوجر او حصل له حاله الاكسبوجر ما بياخدش فاكسين، بياخد سيرو بس. لكن عاده في باقي القصه كلها هقول لك هقول لك عندنا لو الشخص متطعم اوريدي ياخد بوستر دوز، ولو مش متطعم ياخد تطعيم، صح؟ لكن عندي في الميزلز لا، بقول لك ان هو لو بوست اكسبوز يعني خلاص تعرض للقصه بتاعتنا او المرض بتاعنا بيبقى عباره عن سيرو فقط، يبقى عباره عن ايه؟ سيرو فقط. طيب سواء سيرو بريفنشن او سيرو اتنيويشن، وده السؤال على فكره مهم جدا بيحبوه. سؤال رقم 12، اكسبوجر تو جيرمان ميزلز ان ذا ثيرد تريمستر اوف بريجننسي مي ليد تو. حلو، واحد اتعرض للجيرمان ميزلز اللي هي الروبيلا من الاخر، وتعرض التعرض كان امتى؟ يقول لك والله في الثيرد تريمستر. كان في عندك جدول كده موجود عندنا في صفحه رقم 8، لا اعتقد الجدول كان في صفحه رقم، والله مش متذكر الارقام بتاعت الصفحات، المهم يعني بس هو غالبا كان في صفحه رقم 4 5 في الاول يعني. المهم ان هو كان مقسم فيرست تريمستر سكند تريمستر ثيرد تريمستر. القصه كلها عندي انه كان الثيرد تريمستر ده كده كده خلاص مفيش حاجه تتعمل، يعني هو كده خلاص الاورجان اتكونت فمفيش عندنا كونجينيتال ديفكت قوي، يعني بتبقى قليله خالص او نادره جدا يعني. طيب فمين ليد تو ايه ممكن يعمل لنا كونجينيتال روبيلا سيندروم؟ لا كونجينيتال روبيلا سيندروم عشان تتعمل بتتعمل في الفيرست تريمستر، يبقى لا. طيب خش على الجمله اللي بعدها، ممكن يعمل لي سنجل كونجينيتال ديفكت؟ لا. congenital defects are rare، صح ده قلت لك قبل كده هتبقى rare عشان خاطر organs خاص اوريدي اتكونت في third trimester. طيب ندخل على اسئله الايه المسابقه والفورماتيف والمحاضرات. the following has no carrier، measles على طول، احنا متفقين اللي ما عندهمش carrier هم عيله البي ام. مين عيله البي ام؟ البرتاسس اللي هو الصعيد الديكي والميزلز، واتفقنا ان في واحد تاني في عيله الام اسمه في العيله بتاعه البي ام دي اسمه المينينجايتس، ربنا راح معوضه بدل ما الميزلز ما فيهوش والبرتاسس ما فيهوش، ام المينينجايتس اعتبروا ان الكارير مش بس فيه كارير، ده الكارير هو الاهم، اهم حتى من الكيس. طيب سؤال رقم 2، duration of exclusion of school children and adult from work in case of rubella infection، من الاخر بيقول لك الايزوليشن لحد قد ايه، واحنا متفقين الايزوليشن بيتعمل بالبيريود اوف انفكتيفيتي، يعني من الاخر كانوا بيسالك بيقول لك قول لي البيريود انفكتيفيتي بتاع الروبيلا او بتاع مين، بتاع الجيرمان ميزلز. في عندي هنا مشكله صغيره ان الروبيلا او الجيرمان ميزلز البيريود انفكتيفيتي بتاعها مختلف عن الايزوليشن، اتفقت معاكم قبل كده الكلام ده لما كنت بشرح لكم، قلت لكم ان الايزوليشن اتكتب على المنهج القديم، يعني بقى على المنهج القديم يعني سيادتك هتعمل الايزوليشن بتاع الجيرمان ميزلز وهو والميزلز الاثنين لمده 5 ايام. طيب ها فين 5 ايام اهو، يبقى الاجابه الصح ايه. سؤال رقم 3، which of the following vitamin supplementation، مع العلم ان البيريود انفكتيفيتي بتاعت الجيرمان ميزلز طبعا ما هياش 5، البيريود انفكتيفيتي بتاعتنا عباره عن 7 ايام قبل الراش و7 ايام بعد الراش. طيب نستكمل. سؤال رقم 3، which of the following vitamin supplementation protect children from measles. طيب تعال نشوف القصه دي. فيتامينز احنا اتفقنا مفيش عندنا فيتامين ايه، واتفقنا دايما الميزلز هو الوحيد اصلا اللي فيه دي علاقه بحوار الفيتامينز، ماشي. سؤال رقم 4، فور هاو لونج شود بريجننسي افويدد افتر روبيلا فاكسينيشن، يعني واحد اخدت اهوت الام ام ار المفروض استنى قد ايه وبعد كده احمل؟
سؤال جميل جدا. المفروض تستنى سيادتك 28 يوم، دي فترة النفاث لو تفتكروا فترة النفاث اللي كنا خدناها قبل كده في سنة تانية. طيب سؤال رقم 5 بيقول لك هنا which mother of age ال MMR vaccine is compulsory in Egypt. يعني بيقول لك ال MMR compulsory امتى؟ والله compulsory في الشهر ال 12 زي ما اتفقنا والشهر ال 18. انا عندي هنا ال 12 موجود اختار. What is the average incubation period of pertussis؟ المفروض ان البرتس اللي هو السعال الديكي الانكيوبيشن بيريد بتاعته كانت عباره عن 10 ايام، الافريج 10 ايام زي ما كانت الافريج بتاعت الميزلز 10 ايام. نبدا بقى الفي اي بي كويشنز، وهنا في اسئله مستواها عالي شويه فحاول تركز معايا. لو طفل اخذ الام ام ار فاكسين قبل 12 شهر بمنتهى البساطه they need only one further dose of MMR given at the same time as the pre-school booster immunization. كده كده اصلا مفيش عندي اصلا حاجه اسمها بوستر، احنا بناخدش بوستر في الام ام ار، بناخد جرعه ثانيه بس مش ام ام ار، مش بوستر. ماشي. جمله رقم 2 او بي the response to a dose given قبل 12 شهر ممكن تبقى sub optimal مش بيرفكت قوي عشان خاطر كده كده لسه عندي الماتيرنال انتي بودي. والله منطقي ممكن، لان فعلا الماتيرنال انتي بودي ممكن تكمل لحد 9 شهور. طيب نقطة رقم C this may increase the risk of adverse reaction to any subsequent dose. يعني الدوز اللي جاي بعد كده هيبقى في عندنا منها reactions. ما فيش حاجة تثبت حاجة زي كده، فيش حاجة في الفاكسينز كلها ربنا خلقها كده. احنا حتى لما كنا بنتكلم في الجينوم ابديمولوجي قلت لك ان اخدانك لفاكسين معين ما بيأثرش على الفاكسين التاني. طب نقطة رقم D it worth checking for measles antibody before deciding to give further dose. يعني اشوف الانتي بودي عندك اخبارها ايه قبل ما اديك دوز تانية. طبعا ده مش منطقي، لانك انت كده اصلا بتدي دوز تاني مش بتدي عشان خاطر الانتي بودي قلت او لا، انت بتدي دوز تاني دي عشان خاطر تضمن ان يفضل عندك الرياكشن او يفضل عندك المناعه فتره طويله. احنا بنشتغل على الميموري سيلز مش على الانتي بودي اصلا، مفيش حاجه اسمها كده. يبقى الاجابه الصح بي. انا عارف ان السؤال رخم شويتين وممكن تحس انه مش عندك، بس هو استنتاجي ومنطقي. نقطه رقم 2 which of the following is or are true about the MMR vaccine. هو ليف اتريميتد، اجابه منطقي صح. طب shouldn't be given to children with autism، مش عندي دي فما تعرفهاش ما تختارهاش. it's better not to give if the person has previous history of either measles or mumps or rubella. انت سمعت عن حاجه زي كده قبل كده؟ لا. if the vaccine course started after the age of 18 شهر الشخص او الطفل هيبقى محتاج 2 doses separated by 3 months. انت حاجه زي كده؟ لا. بس انت كنا live at minute يبقى الاجابه الصح ايه. which of the following is or are true single dose of MMR vaccine confer protection against the measles in about 80%. ما حصلش، ده 98% وما ينفعش سنجل دوز، لازم يكون التو دوز مع بعض. يبقى دي اجابه غلط. there is a link between الجوليان باري، المفروض جوليان باري دي حاجه انت لسه اخدتها تاخدها في بطنه، والام ام ار فاكسين. انا جبت حاجه زي كده ما حصلش. طيب مايلد ميزل لايك راش مي ديفلوب 3 ويكس افتر ام ام ار فاكسين. انا قلت لك ان في عندي سايد افكتس الام ام ار فاكسين اصلا، ما حصلش. طيب taking immunosuppressive drug is contraindication to MMR. الجواب منطقي، عشان قلت لك دايما احنا بنحب في الكوميتي الاستبعاد، لان الجمل بتاعتنا ما ينفعش تتحمل غير كده. سؤال رقم 4 which of the following is or are true about the mumps by infection. هو عباره عن كل البيشنت عندهم bilateral swelling للباروتيد، ما حصلش. هو swelling في السليفري جلاند، بس ممكن اي سليفري جلاند مش شرط يكون باروتيد. طيب نقطه رقم 2 asymptomatic infection doesn't occur، ما بتحصلش برضه، مش حقيقي. احيانا بيكون في عندي asymptomatic، يعني دايما ينفعش. خش على اللي بعده. نمبر اوف كيس في 2009 كان 153 بينما في 2016 كان 5680، ودي الاجابه الصح. استنى شويتين. مامبس از ا كومن كوز اوف سب فيرتيتي، انا قلت حاجه كده ما حصلش. فبالاستبعاد هي سي، وهي مكتوبه عندك اصلا بالنص في الكتاب سي. طيب سؤال رقم 5 ذا فولوينج از او ار ترو اباوت البرتاسس. سعيد ديك الانكيوبيشن بيت بتاعه من 12 ل 20 يوم. انا عارف ان الافرج بتاعه 10 ايام، هو المفروض ان من 6 لحد 20 يوم مش من 12، فما ينفعش. الكيسز ار ات ذير موست انفكشوس ديورينج ذا ايرلي كاترال فيز، بيبقى اعلى حاجه خالص في ايرلي كاترال فيز، ودي جمله نسبيا منطقيه جدا صح، احنا سائلينها اصلا من شويتين. خش على اللي بعده. سي ان 2012 برتسس اوت بريك ذا هايست انسيدنس اوف ديزيز واز ان انفنت ليمنتدا 6 مانثس اوف ايج. طبعا ده مش حقيقي، ما عندناش احنا الكلام ده خالص، ما تذكرلكش اصلا في الشغل بتاعك او في الورق بتاعك، ما تذكرلكش ان احنا كان عندنا اوت بريك كانت اعلى حاجه خالص في الاطفال، لم يذكر لك. بيرتاسس فاكسين كان اولسو بروتكت اجينست سيميلر انلس كوزد باي اورجانيزم بارا بيرتاسس. ده مش حقيقي، ما فيش عندنا حاجه اسمها كروس اميونيتي خالص في المنهج بتاعنا، لا على مستوى البوليو ولا على مستوى البيرتاسس، تمام؟ فبالتالي لا مش حقيقي. نقطه رقم 6 ذا فولوينج از او ار ترو اباوت البيرتاسس انكيوبيشن بيت من 12 ل 20، قلنا لا ده هو من 6. طيب الهيومن كيس هو الاونلي ريزرفوار واسبيشالي كارير ستيت، مفيش اصلا عندي كارير في البرتاسس، البي ام قاعده البي ام. طيب
cases can be infectious up to 3 weeks after the onset of symptoms. احنا متفقين ان هي المفروض ان هو الانفكتيفيتي بتاعته او الانفكتيفيتي بتاعته المفروض ان هي highly infectious, ولكن هي ممكن فعلا يفضل يبقى infective لحد 3 اسابيع وبعد كده يبقى negligible. فدي جملة الى حد ما منطقي, ما فيش فيها حاجة غلط. خش على بعده. في 2014 بيرتس اوت بريك الهايست انسيدنس كان في الاطفال اللي من 3 ل 6 شهور من الايج, برضو نفس القصة, احنا ما قلناش الكلام ده قبل كده خالص. فالإجابة الصح سي. نقطة رقم 7, which of the following are true about acellular pertussis vaccines. كلهم صح ما عدا, قول لي بقى مين فيهم اللي غلط. طيب الاسيلر فاكسينز بتاعتنا اللي هي كانت بمنتهى البساطه اللي هو دي تاب وتي داب. طيب مبدئيا يقول لك they are conjugated vaccines, انا ما قلتلكش المعلومه دي طبعا, هي موجود عندنا الكلام ده موجود عندنا في السكشن في السكشن, وهتبقى دي الاجابه الصح باي ذا واي, بس انا لسه ما قلتلكش. خلينا نكمل. الدي تاب اللي فيه الدي حرف كابيتال, الدي تاب ده بيتاخد للاطفال المفروض ان هو 6 ويكس ثرولي لحد 6 ييرز, دي اجابه صحيحه. طيب they are only given as a part of combined products, سواء دي تاب او دي تاب او غيره, وده حاجه حقيقيه. طيب التي بقى اللي كابيتال تي داب ده given for adolescent and adults, وده حقيقي. حتى انا كنت دايما بقول لكم انه التي داب ده بتاع اللي هو الادلت والادوليسنت, انما الدي تاب ده بتاع اللي هو دودو بتاع الواد الصغير اللي هو دودو شيلدرن, انما تي داب ده بتاع الواد اللي قلبه داب قلبه حب وداب, فداب ده مين اللي بيحب وبيدوب, ده اللي هو الادلت والادوليسنت. فتي داب ده بتاع الادلت والادوليسنت, والدي تاب اللي هو بتاع دودو اللي هو العيل الصغير. فبتاعي دي صح ودي صح, دي الاجابه الغلط, هو ما هوش كونجوجيتد خلاص. طيب سؤال رقم 8, which of the following is true about the acellular pertussis vaccine. يقول لك والله الدي تاب ده بيتاخد للادلت والادوليسنت, بتاع دودو لا ده مش صح ده غلط. التي داب ده فيه ليس اماونت اوف ديفتيريا والخ الخ من, طبعا ليس اماونت من الديفتيريا وليس اماونت من البرتسس ذان الدي تاب, ودي جمله مظبوطه ما فيش فيها اي مشكله خالص. طيب نقطه رقم سي, ات از كيلد فاكسين, لا هو مش كيلد فاكسين. طيب هل هو سب يونت فاكسين, والله هو ينفع سب يونت ما فيش عندي مشكله. فيقول لك والله طب هنا الاجابه اخبارها ايه, تقول والله الاجابه الاصح بالنسبه لي كمحاضره هي بي, مش علاقه باي حاجه تانية خالص, فانا هجاوب على مستواي كمحاضره يبقى بي. طيب سؤال رقم 9, which of the following is or are true about الروبيلا. ايه اتس كوزد باي هيربس, ده اسمها روبيلا, احنا اتفقنا قبل كده اي حاجه بن اسمها بتتعامل بالروبيلا فيروس, ما قلتش هيربس خالص يبقى غلط. طيب الانكيوشن بيريد بتاعها من 10 ل 12, لا انا متفق معاك ان الروبيلا اللي هي اسمها التاني جيرما ميزلز, خاطر بيحبوا جدا يلعبوا في الاسمين دول, الروبيلا او اللي هي جيرما ميزلز عباره عن من اسبوعين ل 3 اسابيع, كنا دايما حاطه حافظين كده من اسبوع لاسبوعين, ده الميزلز جيرما ميزلز تزود رقم يبقى من 2 ل 3 سواء الجيرما ميزلز او المامبس يبقى غلط. طيب الكلينيكال دايجنوست بتاعها از يوجوالي ريليبل, يعني اقدر اعتمد عليه, للاسف لا ما اقدرش اعتمد عليه كده, بقى لك ايه اصلا كده, بقى لك جمله واحده ذا انفكشوال سبيريت, كده كده اصلا انت عمرك ما ينفع تعتمد اصلا اي كلينيكال, وما حب نعمل كونفيرميشن باي لابوراتوري ليه. سؤال رقم 9 او الجمله سوري الجمله رقم دي, ذا انفكشوال بيريود از فروم 1 ويك بيفور سيمتومز و7 ايام افتر الانست اوف ريش. ماشي هو المفروض 7 9 يعني 7 قبل تمام و9 بعد و9 بعد افتر الانست اوف ريش, ده المفروض خلاص, فانت هنعدلها لديت وتبقى هي دي الاجابه الصح لان دي الاجابه الاقرب للصح. طيب تعال نخش على رقم 10, recognized symptoms of congenital rubella syndrome include. حلو ده سؤال جميل جدا, احنا عندنا congenital rubella syndrome اصلا بيحبوها كسؤال نظري, مالها بقى congenital rubella syndrome, بيقول لك هنا ما هي الاعراض المفروض تحصل معايا في congenital rubella syndrome. كان في عندنا ترايد الاول, كان في عندي ثلاثي, الثلاثي الترايد ده بتاعنا ده كان عباره عن مايكروسيفالي وبيت اندكتس ارتيوزس وكاتاركت, هل عندي منهم هنا حاجه؟ والله عندي هنا لا ولا واحد, عندي هنا ماكروسيفالي, انا عايز مايكروسيفالي يبقى تنفعش. طيب عندي كونجيتال هارت ديزيز تنفع؟ ما ما هو بعد الثلاثي بعد اللي هو المايكروسيفالي والبيتا داكتاس ارتيوس وكاتاركت عندك في سيربرال بولسي وعندك كونجيتال هارت ديزيز وديفنس وثرومبوسايتوبيني, فبالتالي ثرومبوسايتوبينيا من ثرومبوسايتوزس فما تنفعش, ثرومبوسايتوبينيا نقص في البليتلت ده معناه زياده في البليتلت. الالسيتيف كولايتس انا ما جبتش العين خالص, لكن كونجيتال هارت ديزيز تنفع. سؤال رقم 11, which of the following is or are true about the congenital rubella syndrome. الانفكشن في اول 10 اسابيع, يبقى انت كده بتتكلم على الفيرست ترايمستر, ماله؟ يقول لك والله هينتج عنه دامج في السرفايفنج انفنت 10%, لا طبعا ده هو اصلا هيعمل ابورشن, ده هيوقعهم اصلا, هم مش هيتولدوا عايشين ده هيتولدوا ميتين اساسا. طيب نقطه رقم 2 اللي هي بي, فيتال دامج از رير
following infection after 16 week. طبعا following infection after 16 week انت كده بتتكلم في السكند تريمستر والفيتال دامج از رير، منطقيه شويه. هو فعلا الدامج بتاعنا بيبدا يبقى رير، هو طبعا ميلي رير في الثيرد ولكن ممكن يبدا يبقى رير فعلا في 16 ويك. طيب نقطه رقم سي، always apparent at birth، لا ما حصلش، لان احنا في عندنا اوبشن لو كان الديزيز مايلد ساعتها ممكن ما تكتشفش المرض اصلا غير بعدها بشهور او بسنين من الولاده. طيب اخر نقطه، has been documented في البيبيز اللي مولودين لامهات عندهم مناعه، عندهم ام ار فاكسين. لا طبعا مش هينفع، لان احنا متفقين قبل كده ان الام هتدي للابن بتاعها مناعه فبالتالي مش هيجي له المرض. فاقرب اجابه للمنطق هتكون هي البي. ولو جات لك في الامتحان ان شاء الله، هو غالبا مش هيقوم حاطط لك اللفظ ده، هو غالبا يقوم شايل الجمله الهبله ديت ويحط لك مكانها جمله اريح شويتين ويقول لك ايه، يقول لك هيحصل سنجل كونجيتال ديفكت في ال 16 ويك، تقوم قايل له اه هي دي الاجابه الصح. طيب سؤال رقم 12، which of the following is or are true about the congenital rubella syndrome. نفس القصه في اول تريمستر عندك 10% بس هم اللي هيبقى عندهم مشكله، لا طبعا يبقى دي غلط. طيب always apparent at birth قلنا قبل كده، لا غلط. has been documented in the baby's born، لا غلط. الجمله الاخيره طبعا بقى، to prevent the risk of congenital rubella syndrome في subsequent pregnancy women who are found to be non immune في البريجننسي بتاعهم هياخدوا الام ام ار فاكسين، منطقي جدا طبعا عشان نحميه. وامتى؟ افتر دليفري مش اثناء الحمل. تعرف لو كان هنا اثناء الحمل كانت تبقى اجابه غلط. سؤال رقم 13، which of the following، طبعا عشان خاطر فكره ان هو ليف فاكسين او ليف اتنيد فاكسين. سؤال رقم 13، which of the following is or are true about the congenital rubella syndrome. المانجمنت في السكند او ثيرد دوز، سكند او ثيرد تريمستر، هيكون باي ريسنت تكنيكس زي ال 3D وال 4D الترا ساوند. وده حقيقي، دي اجابه صحيحه. طيب 2 diabetes mellitus frequently late manifestation، برضو هو type 1 مش type 2 يبقى غلط. type 1 frequently early manifestation، لا ده هو late، هو type 1 late. طيب الانسيدنس اكتر من 25%، لا الانسيدنس اقل من 25%. سؤال رقم 14، which of the following is or are true about the MMR vaccine and rubella. ال MMR vaccine may occasionally provide effective post exposure، لا اتفقنا قبل كده مفيش post exposure، احنا post exposure بنعمل سيرو ما بنعملش فاكسين، يبقى دي غلط. B MMR vaccine shouldn't be given if there is any person has mild fever. المايلد ديزيز ما يعتبرش كونترا انديكيشن لاي فاكسين في الدنيا، فغلط. نقطة رقم C، termination of pregnancy، نحن نوقف الحمل او نسقط البيبي، shouldn't be recommendation، ما ينفعش recommended لو سبق او يعني تلا حاجة اسمها inadvertent. كلمة inadvertent معناها بشكل غير متعمد administration of MMR، ده منطقي. ليه؟ واحد يعني ام حامل خدت جرعه بالغلط للام ام ار وهي حامل، او لا خلاص سقط الحمل، لا طبعا ممكن تروح تبص على الحمل الاول لما تشوف الاول ان بدا يحصل مضاعفات ولا حاجه تسقط، لكن مش مجرد ان عشان جرعه واحده من الام ام ار بالغلط هروح اقول لها سقط الحمل. نقطه رقم دي، وير روبيلا نون اميون وومن هاف ريسيفد انتي اميونوجلوبين. الدوز بتاعت الام ام ار فاكسين المفروض تحصل لها ديفيرد، كلمه ديفيرد معناها احنا ناجلها ونأخرها، وطبعا ده مش حقيقي، دوز الام ام ار ما ينفعش تتاخر، بتتاخد في موعدها. فبالتالي الاجابه المنطقيه سي. انا عارف الاسئله دي صعبه قوي بالنسبه لك، بس زي ما قلت لكم الاسئله هنا شامله كل الافكار. نقطه رقم 15، which of the following is or are true. A the selective vaccination policy of offering single dose rubella vaccine to teenage girl in Egypt ceased في 1999. تعرف انت عن حاجه زي كده؟ ما اسمعش عنها، وكمان احنا ما وقفناش التطعيمات خالص، احنا لسه شغالين تطعيمات عاديه خالص. طيب نقطه رقم B، single dose of rubella containing vaccine confer around 90% protection او 95% protection against rubella. وزي ما انت فاهم ده مش حقيقي، انت بتاخد 95% protection، فده غلط. الجمله C، human normal immunoglobulin not effective for post exposure protection في الروبيلا. وده حقيقي، هو كويس في حاله الايرلي بريجننسي تمام تاخد اميونوجلوبين ولو انه مش الطف حاجه ومش هيمنع الانفكشن ولكنه هيقلل السيمتوم شويه، لكن لو حصلها اوريدي انفكشن المفضل ان انا اقول لها لا اعملي ثيرابيوتيك ابورشن، ما عرفتش بديها النورمال هيومن اميونوجلوبين لكنه مش افكتيف قوي، هو بتاخده عشان خاطر يبقى عملنا اي حاجه، فبالتالي دي الاجابه الصح. طيب دايجنوز اوف روبيلا كان بي كونفيرمد اونلي انفيسيفلي، لا مش شرط، ممكن عادي خالص نعمل الكونفيرميشن زي ما اتفقنا قبل كده عن طريق الالترا ساوند، فبالتالي مش محتاج ان انا انفيسيف ولا حاجه، مش محتاج اعمل عمليه يعني. طيب النقطه رقم 16، which of the following is or are true about الروبيلا. رقم A it's caused by herpes virus، الروبيلا لا. 10 ل 14 قلنا بك لا، ده هي المفروض ان هي من 6 ل 20. clinical diagnosis is usually reliable،
قلنا قبل كده لازم لابوراتوري. الراش از نون فيزيكولار، قلنا لان لو كان فيزيكولار هنتكلم في تشيكن بوكس. نقطه رقم 17، وات از ذا روبيلا سيندروم. الروبيلا سيندروم طبعا هو هنا قصده اللي هو الروبيلا سيندروم بتاعت اللي هي البيبيز اللي هي كونجنيتال روبيلا سيندروم. طيب بيقول لك والله هي ديسكريبشن اوف ذا 3 داي راش اوف جيرمان ميزلز. لا طبعا، هي تريتوجينيك ليجن عباره عن كاتاركت وديفنس ومينتا ريتارديشن ومايكروسيفالي. منطقيه شويه ماشي. كومباينيشن اوف راش وبوست انفيكشن انكيفاليتس، لا سايد افكت في ام ام ار. لا طبعا الاجابه المنطقيه الاكتر هي بي، لان هو زي ما اتفقنا قبل كده بتحصل في العيال الصغيره، فعشان كده اسمها تراتوجينيك وفيها كاتاركت فعلا وفيها منتال ريتارديشن وفيها مايكروسيفالي، فما فيش عندي مشكله خالص. طيب يبقى السؤال رقم 17 اجابته الاصح هي بي. سؤال رقم 18، هاو داز روبيلا كوز فيتال ابنورماليتيز، يعني ازاي بتعمل ابنورماليتيز؟ باي كروسنج البلاسينتا في الاير بريجنسي. والله منطقيه جدا، سؤال رقم 18 كده تعتبر اجابته ايه، بس نكمل. باي اونلي انفيكتنج البلاسينتا، لا طبعا هي لما تضرب الحبل السوري هتاثر معاك كفيتال، لا. طيب باي انديوسينج سايتوكينز وكيموكينز، سمعت عن حاجه زي كده؟ ما قلتلكش انا حاجه زي كده. وفين ده في الام؟ لا مش علاقه. باي ريزنج التمبريتشر بتاعت الام، شكرا مفيش الكلام ده خالص، ولكن هي فعلا بتعدي البلاسينتا في الاول زيها زي بيعدي الانتي بودي بتاعها وبتروح تضرب الايه الفيتس. سؤال رقم 19، which of the following is example of natural hosts of the mumps virus. يعني من الاخر قول لي كده مين هم الهوست بتاع المامبس، انت شايف ايه؟ المامبس اللي هو المفروض ان هو تعريف اللي هو النكاف، ده المفروض بيحصل في مين؟ ده بيحصل فينا احنا كهيومن، ما بيحصلش اصلا في انيمال، فبالتالي يبقى الاجابه دي، يبقى 19 هتبقى دي. طيب نتكلم على سؤال رقم 20، الفيرست دوز اوف ام ام ار فاكسين موست افكتيف فور ويتش اوف ذا فولوينج ايج جروب اوف بيبل، يعني مين افضل حاجه؟ طبعا 12 و18 مانث، ده الطبيعي بتاعها، عشان كده احنا عملناها اصلا كومبانس في المعده. سؤال رقم 21، الروبيلا فاكسين كونسيست اوف ان اكتيفيتد روبيلا فيروس، لا طبعا هي live attenuated يبقى false. سؤال رقم 22، each of the following statements about the measles vaccine is correct except، يبقى دول كلهم صح about the measles vaccine ما عدا، انا عايز بقى الحاجة الغلط. السكند في ال 18 تعتبر not is not a booster، دي اجابة صحيحة هي مش بوستر. طيب it's available only in a monovalent form، غلط هي دي الاجابة غلط، لا مش monovalent، لان احنا زي ما اتفقنا بكده في عندي حاجة اسمها ال MMR خلاص، فالميزلز في اوبشن منها مونوفالنت وفي اوبشن اسمه ام ام ار، فبالتالي هي مش بس مونوفالنت. سؤال رقم 23، which of the following are not the other symptom related to measles. تعال نشوف كده، ماكيلوبابيلر نون فيزيكولار راش، ده سيمتوم حقيقي. طيب هاي جريد فيفر، ممكن يحصل معايا فيفر، ممكن ما فيش مشكله خالص. طيب هل ممكن يحصل معايا سويلنج في السليفري جلاند؟ لا انا ما قلتلكش ان في سليفري جلاند سويلنج، ده بيحصل في المامبس بس. فسؤال رقم 23 اجابته اللي هي الخاطئه هتبقى اللي هي نوت يعني سيمتوم اللي هي سي. سؤال رقم 24، which of the following statement is correct about the congenital rubella syndrome children بتتولد لل unvaccinated mothers are at high risk. ده منطقي جدا طبعا ان ممكن يجي لها الانفكشن، انا عايز الاجابه الايه، انا عايز الجمله الصح. طيب يبقى ده الجمله تعتبر صحيحه، يبقى دي الجمله الصح. كمل، the infected newborn usually show mild symptoms. لا الانفكتد ممكن يكون mild moderate severe، يعني على حسب. طيب هو usually mild ولا moderate severe؟ تقول لك والله لا ده هو usually هيكون severe مش هيكون mild، فبالتالي يبقى دي جمله خاطئه. ماشي، الرايبافيرين، انا جبت لك رايبافيرين، انا جبت لك خالص رايبافيرين، يعتبر افكتيف دراج للعلاج، انا قلت لك قبل كده فيه، لا ما حصلش. اول اوف ذا بوف صح، لا. جمله رقم 25، all the following are true statement about the bordetella pertussis ما عدا. طيب كوز ووبينج كاف، ده حقيقي هو فايرال ديزيز، البورتديلا بكتيريا، يبقى غلط، يبقى دي الجمله غلط. سؤال رقم 26، the following has no carrier، البرتاسس يعتبر صح، ما احنا قلنا كده البي ام. سؤال رقم 27، البرتاسس عندك فاكسين كلهم صح ما عدا، انا عايز الجمله الخطا، هل هو بيديني اباوت 80%؟ ده حقيقي الدي بي تي للدفتريا 95% والباقي بيديك اباوت فعلا 80%، فدي جمله صح، انا عايز جمله غلط. البرتاسس كيلد فاكسين كومبلسوري ان بنتا فاكسين في الاثنين والاربعه والسته مانثس، وده حقيقي وده هتاخدها في السكشن. طب سؤال رقم سي، برتاسس كيلد فاكسين كومبلسوري ان دي بي تي بوستر دوز ات 18 شهر. اه لا واحده واحده، في بوستر دوز للدي بي تي في الشهر 18، وده برضو حقيقي وموجوده بالنص في السكشن، ما تشغلش بالك بيها، وموجوده برضو عندنا هنا انديكيشن بتاعتنا ان هو بيتاخد في البنتا في 2 و4 و6 وبيتاخد بوستر في 12 في 18، يبقى ده برضو صح. هل هو نوعه كيلد؟ اه نوعه كيلد، دي بي تي نوعه كيلد. طيب كان بي جيفن تو شيلدرن اكبر من 4 سنين؟ لا، ودي زيادة محاضرة مهمة جدا وموجودة عندك برضو في السكشن، فبالتالي ما ينفعش الأكبر من 4 سنين عشان خاطر هيعمل له نيرفس سيستم سيمتومز. طيب نيجي بقى للترايل اكزام نحل السؤالين بتوعه. انكيوبيشن بيريد اوف ميزلز اخبارها ايه؟ 1-2 ويكس اهي. طيب نيجي للكيوم ريفلكسز يوزد ان كيس اوف بيرتاسس،
مين هو الكيموفلكس اللي انا هحتاجه في بصدوه في البرتاس؟ بنستخدمه اللي هو البيزك عندنا خالص، هو الاريثروميسين. خلاص اهو ادي الاريثروميسين، بس كده خلصنا. بالتوفيق يا رب، نتقابل الفيديو اللي بعده.